تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في احتفال جرى في قصر الصخير أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدى مملكة البحرين. قد حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومعالي وزير الديوان الملكي وسعادة وزير الخارجية وسعادة رئيس المراسم الملكية. وقد وصل سعادة السفير أندريا تالانانو سفير الجمهورية الإيطالية إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وقد تسلم جلالة الملك المعظم أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإيطالية وتبادل جلالته مع السفير الكلمات الترحيبية مشيدا بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين وما تشهده من تقدم ونمو في مختلف المجالات. كما وصل سعادة السفير سلطان علي يوسف محمد الخاطر سفير دولة قطر إلى قصر الصخير، حيث كان في استقباله رئيس المراسم الملكية وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وتسلم جلالة الملك المعظم أوراق اعتماد سفير دولة قطر وأشاد جلالته بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر، متمنيا جلالته للسفير دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية. ونقل السفيران إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير قيادتي بلديهما وخالص تمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التطور والرقي، مشيدين بالعلاقات الطيبة الوطيدة التي تربط بلديهما مع مملكة البحرين على كافة المستويات.